وحدة صناعة الشباب كالملحمية الموجهة للبناء والأشغال الكبرى بالجلفة تشغل 80 عاملا مباشرا و80 آخرين بطريقة غير مباشرة، وتنتج حوالي 160 وحدة من السبابيك الحديدية بمقدار 100 طن في اليوم. بفضل هذه المزايا اللي منحتها لنا الدولة استفدنا من عقار صناعي باش ننزلوا وحدة أخرى في إطار توسعة لإنجاز الصفائح المعدنية، وعدنا عدة طموحات إن شاء الله باش ندخلوا للصناعات الثقيلة إن شاء الله. وحنا المنتوج تاعنا هذا رانا نوجهه للولايات الجنوبية من الوطن، ولما لا إن شاء الله نعود نصدروه للدول الإفريقية إن شاء الله من الجاي. حديد قطر 5.5 ليتم صقله في لاماشين تريفيلاج وتلفيفه في الاسطوانات العددية لينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النسج والتلعيم ليصل إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في الشباك للبناء. أين أخذ في السلك؟ الرقق في السلك الماشينة هذه كلها تريفيلاج، ومن بعدها نخرجوا من هنا للشبكات أخذوا السدوس من هنا. تعتبر هذه الوحدة نموذجا رائدا في الاستثمار المحلي في تحويل الحديد إضافة للاقتصاد الوطني بفضل آليات دعم الاستثمار، وتغطي طلبات ولاية الجنوب كلها. راني مادي البوترال. وين؟ مادي هالجهة تاع أدرال ورقان. الحدود الجنوبية تاع البلاد. مليح، واش راكم مدي؟ مادي طريزودي، ندو الدوز، ندو الكاتور، ندو كلش. مسيرة الانفتاح الاقتصادي لبلادنا، والذي ساهم فيه برنامج رئيس الجمهورية في دعم قطاع الاستثمار الصناعي، خاصة الاستثمار المحلي. نحن ببلدية الجلفة بتعاون مع وزارة الداخلية والجامعات المحلية والسلطات الولائية، نحن بصدد إعادة الاعتبار لمناطق النشاط الصناعي. نجاح هذه المؤسسة في تشغيل عشرات الأيدي العاملة استفادت من دعم ثالث في توسعة للمشروع، وذلك بوحدة لرسكلات وصناعة الحديد مستقبلاً.